جوز اختي بعد نقاش حد بينه وبين اختي وابنهم الكبير قال لهم روحوا وانتوا الاثنين طالق. ها طب الاثنين طالق وكان في وعيه ولا ايه يعني؟ بيقول لابنه انت طالق كيف يعني يكون؟ اذا كان غاضب غضبا شديدا اخرجه عن شعوره فلا يقع طلاقه، ان كان قال ذلك وفي مجتمع عقله فالطلاق محسوب على زوجته.